أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة في جلسة محاكاة الدولة المصرية بالنسخة السابعة لمؤتمر الشباب أنه اتخذ إجراءات حازمة وصعبة للحفاظ على الدولة من الانهيار والضياع، لافتا إلى أن ثقته في الشعب المصري ووعيه هما المحرك الأساسي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الصعبة. احنا كنا دولة على وشك الانهيار ووشك الضياع، والشعب كان فاقد الأمل والثقة في مستقبل أفضل، وكان لابد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين والثقة في أنفسهم في أن هم قادرين على يعني تحقيق غد أفضل. فالخطة اللي اتعملت عشان بس لا، بالمناسبة وانا مش بقول كده، كل الزملاء اثناء في نوفمبر 16 كانوا واحنا قاعدين بناخد القرار كانوا متحسبين جدا من رد الفعل، وهم موجودين معانا دلوقتي، والكل في التصويت كان خايف. خايف؟ انت بتقول خايف؟ اه خايفين. هي مش بلدنا ولا ايه؟ ونخاف عليها ولا ايه؟ لو حصل حاجه لا قدر الله تنهار وتتدمر، مش كده؟ فكان كله متحسب، لكن وانا هنا مش بزكي نفسي في النقطة دي، انا قلت لهم لا، وهقول اللي قلته ساعتها، قلت الحكومة تجهز لو الشعب رفض تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة واسلم الدولة لحد تاني، يعني نبني بلد مظبوط ونحل مشاكلنا مظبوط، نسيبها ونمشي.